جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن يوضع الأسمنت على القبور والدهون جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن يوضع الأسمنت على القبور إلا عند الحاجة، إذا كانت الأرض لا تشتد تنهار تحتاج إلى بناء القبر، يعني يحفر ثم يبنى بلبنات أو بحجارة أو بغير ذلك من وسائل البناء ليمنع الانهيار ثم يوضع فيه الميت فلا بأس بذلك. أما إذا كانت الأرض متماسكة وقوية فإنه يحفر للميت فيها ويلحد له ويوضع باللحد ثم في اللحد ثم يسد عليه اللحد باللبنات أو غيرها ثم يهال عليه التراب ويسوى ولا يرفع إلا قدر شبر عن الأرض، هذه هي السنة في القبر. أما أن يبنى على القبر بناء مشرفا وبناء عاليا هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من البناء على القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، يعني هدمته وسويته بالأرض بدل أن يكون مرتفعا وشاهقا، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم.